اطيرك من التيك توك، اشتي اتزوجك واطلع محلات باسمك كله بأوه على طمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى فيديو جديد. الفيديو هذا مختلف تقريبا، يعني تقريبا أنا صادفت 2 فيديوهات اليوم لهؤلاء الفيديوهات، يعني خلينا نشوف جزء منه مقتطع من الفيديوهات الاثنين. واليوم أنا يقول أشتي أتزوجك واجي على كفالتك وتفتح مؤسسة ومحلات باسمك. أنت اشتهت تتزوجني وتجي كفالتي وتفتح مؤسسة ومحلات باسمك؟ أنا عندي ديون ما يمديني أكفلك. ني واضح على طمع. أشتي أنا أعلمك، أشتي أنا أوريك، أشتي أنا أوريك ولقمك. تعال تعال القم يا مرحب. أرسل لي واحد على الخاص يقول لي لو سمحتي دوري لي عروسة من عندكم سعودية، هو من دولة مجاورة. قلت له أنا أحب أخذ وأعطي في المواضيع هذه، أبى أشوف إيش عنده بعدين. قلت والله ما عندي عرايس. قال لا دوري الوحدة عانس قبيحة جيكرة، ما عندي مشكلة بس أهم شيء إني أعيش معها وتصرف علي. قلت ما شاء الله عليك، أنا أشكرك إنك صريح لهالدرجة. قال أنا ما أستغلها، أنا برجي أعيش معاها وتصرف علي إلين ألقى عمل، وإذا لقيت عمل إن شاء الله أصرف عليها. قلت بعد بتجي وتدور عمل بعد؟ مثل ما شفتوا يعني أصحابنا مكانهم بعقلية جوال N70 وجوال الناطق تجليس سوداء، يعني ما شافوا من واحدة خلاص النت افتتح قال شي جلسه شي غازله، هذا قال شي تزوج، وهذا قال شي افتح مؤسسات مدري كيف. شرشحتوا بنا يا خبرة، هذا الانترنت 4G يعني شكله فتح الدنيا على مصراعيه. طبعا هو طبيعي، شي طبيعي يحصل الحاجة هذه، يعني شوف الدول اللي قد وصل لهم النت واللي قد هم متطورين من قبل، يعني اكثر مننا يعني متقدمين بالنت، ما شي نقولش متطورين ولا شي ارفع احد على احد، ولكن يعني كان تحصل الحاجات هذه، لكن اللي يحصل مع اصحابنا عاده اكثر واكثر، فمع الوقت الواحد يتعود. واي واحد يعني يبدا بالنت يبدا يكون كله تفكيره بعضه تفكير كذا وبعضه تفكيره سلبي وبعضه ايجابي، وبعضه يجلس وبعضه يدخل على طول الخاص، وبعضه اذا شاف البروفايل صوره بنته من حق النت صوره طلب صداقه وفعل دخل خاص. فهؤلاء يعني تقريبا انا اشوف اذا سافرت اليمن تلفون حقي يجي لك اتصال كذا الساعه 3 فجر تفتح الو، اقول الو ولا ناهس مخزن ذيك الساعه يجلس يخمن ارقام من عند راسه. انا ولا قد شفت، انا ما رحت اماكن كثيره ما قد شفت مثل بلادنا، يعني يخمن من عند راسه من هلش تغازي لك كذا فجاه الساعه 3 فجر. يا ابن عمي ما فيش احد يجي يدور لك الساعه 3 فجر، واللي عاد افعل رسائل واللي قرب يخمن واحد معروف والبعض، يعني في حاجات كثيره تحصل. هذه الحاجات عزلوا عطفوا الناس منه، واحنا عاد احنا ابتدينا فيه. مثل هذه اللي تقول اشتي واشتي واشتي، هذه اشتي يعني لها جايبه، هذيك ما ذكرتش ابو الحجاب الاسود او المقرمه اللي فوق الشال الاسود اللي على راسه، قالت دوله مجاوره، ولكن يعني من ضمن هذا والتلميحات انه من بلادنا. اما هذيك اللي تقول واشتي واشتي زوجيك ما ادري ما هو غايش اشتي، هذه الكلمه حقا لليمني، نشوف هي بعدين تقلد الكلام اليمني. فيا خبره لا عد دردحوبنا، يعني انا ما هو شا اقول ان خبره دردحوبنا ولا عم هذا، ولكن يعني من باب التوعيه الفيديو هذا، يعني مثل اللي ينبه النت شوفه يعني ذو حدين، استخدمه سلبي ولا ايجابي. يعني الان اصبحوا احنا اذا شفناها لا والله هذه فتحها خلي احنا نجلسها، ها والله هذه الناس قعطفوا من هذا الخبر، اذا شاف حرمه عادي طبيعي اقلب دهف ولا اسحب الشاشه على فوق وتعدى اصبح الناس. هذا اذا شفنا عاد احنا اول مره اصلا يعني النت يفتح كذا ويمشي معك بطلاقه الفورجي، فالواحد مش مستوعب عادي احنا مثل اللي فتح لنا الغطاء خرجنا نشوف الدنيا. فبالحقيقه يعني لا احد يا الوم ولا حد يشجع الاعمال هذه. اللي اريد ان اوصل له واقوله يعني النت عالم مفتوح، فنفس الذين يزعلون من التعليقات، تعليق شوف النت مفتوح للجميع، ما تقدرش تحكم احد يعلق بصفحتك، في ناس يعلق ويزعل ويشاتم، كذلك الناس اللي تنزل فيديو وتتكلم، وبنفس الوقت يعني لك الحريه انك تكتب وانك تعلق وانك تقول له اشتي واشتي، واللي دخل راسله خاص وشفتح محلات باسمه يا اخي صح، بس بالعقل تكلم صح، لك الحق تراسل تفعل اي شيء بس بالمعقول. الحين قد بعض الدول فيها سنوا قوانين الجرائم الالكترونيه محادثه الواتساب، وهذا بالدول اللي قد لهم كثير، بس اثبت لقطه شاشه وروح اشتكي يجيبوا سابع والده. فاللي حبيت انا انبه به بهذا الفيديو
وأرجو أن تكون وصلت رسالتي صح ولا حد يفهمها غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.